النصارى نبيهم عيسى عليه السلام، لكن لماذا قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الجواب عن هذا أن الفرد الواحد قد يطلق عليه جمع، ومن ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ولهذا أساليب كثيرة. الأمر الثاني أن ذكر الجمع بالنسبة إلى النصارى باعتبار أنهم عطفوا على اليهود، فيكون المقصود من الجمع هم اليهود. الأمر الثالث مجيء رواية وصالحيهم، فإنه يمكن أن يقال مع أني أرى أن الوجهين السابقين أوضح وأقعد، قد يقال من أن الصالحين باعتبار النصارى والأنبياء باعتبار اليهود. ولذلك يعني مما يوضح هذا أكثر في الجوابين السابقين وليسيما الجواب الأول، قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لو كان في غير القرآن وإنهما، لكن من بين التوجيهات وإنها يعني الخصلة السابقة فتشمل الصنفين، وإنها يعني الخصلة السابقة، يعني ليست محصورة في الصلاة بعودة الضمير، لا، الخصلة خصلة ماذا؟ خصلة الصبر والصلاة. وكذلك يمكن يدخل في هذا أيضا، يدخل في هذا أنه ربما أن الأنبياء السابقين هم في المنزلة كنبي واحد، فإن عيسى ولو كان نبيا للنصارى فإنهم إن لم يؤمنوا لمن سبق من الأنبياء لم يؤمنوا بعيسى، ولذلك قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس قبل نوح رسول، لكن لماذا؟ لأن من كذب بنبي واحد فإنه يكذب بجميع الأنبياء، بمعنى أن هؤلاء الأنبياء أتوا بشيء واحد، ما هو؟ التوحيد. إذن كذلك من نقض التوحيد فقد نقض كل ما جاء به نبي، لأن كل نبي أتى بالتوحيد.